بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي الطلبة من مدرسة حمد بن عبد الله بن جاسم المستقلة للبنين الثانوية، نحييكم في تقدمة لمراجعة خاصة بالاختبار الباقة الثالثة لمادة التربية الإسلامية أو ما تسمى بالشرعية للسنة الحالية 2015. ستكون مراجعتنا بإذن الله عز وجل في مجالي القرآن الكريم والحديث الشريف في أكثر من مساق بعونه سبحانه وتعالى. باسمه نبدأ أولا بباقة القرآن الكريم، وهذه الباقة تبدأ معنا بإذن الله عز وجل من خلال مادة التجويد، وهذه المادة تتعلق بأكثر من حكم فيما يتعلق بأحكام الميم الساكنة والتنوين، الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين والمدود. سنعرج عليها فيما يخصنا بإذن الله تعالى في هذه المادة الطيبة والجزيلة. أولا، نتكلم في موضوع أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين لها أكثر من حكم. أول شيء نقول، ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟ أحكام النون الساكنة والتنوين تنقسم إلى أقسام، منها الإظهار والإدغام، وأيضا عندنا مادة الإقلاب والإخفاء. أما بالنسبة للإظهار فيكون على الشكل التالي. السؤال الأول، ما هي أو ما هو تعريف الإظهار؟ الإظهار هو أن يأتي أحد حروف الإظهار بعد نون الساكنة أو التنوين، ما هي حروف الإظهار؟ حروف الإظهار هي مجموعة أوائل كلمات مجموعة في بيت الشعر أخي هاك علما حازه غير خاسر، أي عندنا الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء. أين يقع الإظهار؟ الإظهار يقع في كلمة، ومثاله كلمة ينهون، أي ممكن أن يقع في كلمة واحدة وهو كلمة ينهون. نلاحظ النون الساكنة جاءت وبعدها حرف ها متحرك، فالحكم يكون إظهار، والسبب ما هو السبب؟ أن النون الساكنة جاء بعدها حرف الهاء في كلمة واحدة، وحرف الهاء من حروف الإظهار، أيضا ممكن أن يقع الإظهار في كلمتين، كالتالي. معنا مثال عزيز حكيم، لاحظ حرف الزين منون بتنوين ضم، جاء بعده حرف الحاء والحاء من حروف الإظهار، فالحكم يكون إظهار. إذا السبب لأنه جاء بعد تنوين الضم حرف الحاء وهو من حروف الإظهار. سؤال، قال تعالى خلق الإنسان من علق، ما هو حكم النون الساكنة في قوله تعالى من علق؟ لاحظ النون، الساكنة جاء بعدها حرف العين والعين من حروف الإظهار، إذا الحكم يكون لنا إظهار حلقي، ما يسمى الإظهار الحلقي. فهذا هو الحكم إظهار، لأنه جاء النون الساكنة بعدها حرف العين وهو من حروف الإظهار. الآن ننتقل إلى شيء آخر، الإخفاء، ما يتعلق بالميم الساكنة، الإخفاء الشفوي. والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي والإدغام الشفوي، وهذه الثلاث أشياء فيما يتعلق بالميم الساكنة فيها أمر يختلف قليلا عن أحكام النون الساكنة. فالشيء الأول، الإخفاء الشفوي، إذا جاء بعد الميم الساكنة، لاحظ في النون الساكنة، إذا جاء بعد النون الساكنة، الآن إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء فقط، إذا حرف الإخفاء هو حرف الإخفاء الشفوي هو حرف الباء،
إذا جاء بعد ميم ساكنة فإننا نسميه بالإخفاء الشفوي. والإخفاء الشفوي لاحظ مثاله وحرفه قوله تعالى هم بارزون ميم ساكنة بعدها باء والباء من حروف الإخفاء الشفوي فالحكم يكون إخفاء شفوي عندنا أيضا الإدغام الشفوي وهو إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف الميم. إذن إدغام حرفين متشابهين بحيث صراع حرفا واحدا عند النطق به ميم ساكنة بعدها ميم متحركة ويسمى إدغاما شفويا أو إدغام متماثلين وحرفه الماء الميم ومثاله كالتالي عندما قال تعالى لهم ما يشاءون لهم ما لاحظ عند النطق في الحرفين الميم الساكنة والميم المتحركة يخرجان ميما واحدة مشددة لهم ما يشاءون هذا عندنا الإدغام الشفوي لاحظ ميم ساكنة جاء بعدها ميم متحركة فالحكم إدغام شفوي عندنا القسم الثالث وهو ما يتعلق بالإظهار الشفوي عندما ذكرنا الإخفاء الشفوي وكان حرفه الباء الإدغام الشفوي وكان حرفه الميم بقي لدينا باقي حروف اللغة العربية إذا جاءت بعد الميم الساكنة نسميها إظهارا شفوي أي إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف من حروف الهجاء عدا الباء وعدا الميم لأنهما من حروف الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي لذلك قال تعالى ألم نشرح ميم ساكنة بعدها نون متحركة والنون من حروف الإظهار الشفوي فيسمى إظهارا شفويا لاحظ قوله تعالى ذرأكم في ميم ساكنة بعدها حرف الفاء وهو من حروف الإظهار الشفوي الآن ننتقل إلى درس جديد وهو ما يتعلق بالتجويد المد المتصل ما هو المد المتصل؟ المد المتصل هو أن تأتي الهمزة وبعدها حرف المد مد متصل همزة بعدها حرف مد مباشرة في كلمة واحدة ومثاله قوله تعالى والسماء والطارق كلمة السماء لاحظ حرف المد وبعده همز في كلمة واحدة فهذا حكمه يسمى بالمد المتصل يسمى مدا متصلا إذا المد المتصل نعرف مكانه إذا جاء حرف المد وبعده همز في كلمة واحدة ولا يمكن أن يأتي المد المتصل في كلمتين الآن ننتقل للقسم الآخر من المدود وراء المد المنفصل فما هو المد المنفصل؟ هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة بعده مباشرة في أول الكلمة الثانية التي تليها وسمي منفصلا لانفصال حرف المد عن الهمز أي في كلمة أخرى لذلك جاء مثاله كالآتي قال تعالى يا أيها لاحظ الهمز المد عفوا في أول آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية فيسمى هنا حكمه مدا منفصلا مد منفصل لاحظ معي أيضا هذه الأمثلة على المدود ومن هنا بهذه نختم موضوع التجويد ننتقل بعون الله تعالى إلى قسم آخر من أقسام القرآن الكريم وهو مادة التفسير فيما يتعلق في موضوع اللهم صل على سيدنا محمد وهو موضوع تزويج الأيامة من الرجال والنساء لاحظ العنوان الحث على تزويج الأيامة من الرجال والنساء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله
والله واسع عليم. نكتفي بهذه القراءة. ولكن هذه الآيات من سورة النور فيما يتعلق في تزويج الأيامى من الرجال والنساء. لكن ما معنى الأيامى؟ ما معنى كلمة الأيامى؟ ومن هو الأيم؟ الأيم كما ذكره العلماء في تفسيرهم هو الأيامى جمع أيم، وهو كل من لا زوجة له من الرجال والنساء، كل من لا زوجة أو زوج له من الرجال والنساء. إذن يكون في أذهاننا نحفظ جيدا معنى كلمة الأيامى، وهي كل من لا زوج له من الرجال والنساء. قوله تعالى والصالحين، من هم الصالحون؟ هم القادرون على القيام بأعباء الزواج وحقوقه، القادرون على القيام بأعباء الزواج وحقوقه، يستطيعون الزواج بالقدرة المادية والمعنوية والبدنية. قالت أيضا معنى وليستعفف، معناها الاجتهاد في حفظ الفرج مما لا يحل، يعني أن تبتعد عن الزنا ومقدمات الزنا، تستعفف عن الحرام بكل ما هو مؤاثم فيه، فأن تجتهد في ذلك وليس مجرد الابتعاد، أن تجتهد بألا تأتي محرم. لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون ما يعينهم على النكاح أو على الزواج، لأن الزواج يحتاج إلى المهر، يحتاج إلى الأموال، يحتاج إلى النفقة، وهذا من مكونات الزواج والنكاح. لا يجدون نكاحا، ألا يجدون على ما يعينهم على الزواج. كلمة يبتغون الكتاب، يبتغون الكتاب معناه المكاتبة، وهؤلاء العبيد زمن السابق، مقصود فيهم أن يطلب السيد من مملوكه مبلغا من المال، وهذا المال مؤجل إلى أجل، فإذا أداه أصبح حر. يعني هذا المملوك يطلب من سيده أن يكاتبه إلى أجل، أن يدفع له ثمن حريته على أقساط، فيضرب له أجلا، فإذا جاء سواء يعني كل شهر أو كل فترة من الزمن يعطيه قسم من المال أقساط معينة، حتى إذا ما جاء الحول أو جاء الأجل أصبح حرا بعد دفع ما يحتاجه. من معاني المفردات أيضا البغاء، ما معنى البغاء؟ البغاء هو الزنا. كلمة تحصنا، إيش يعني ما هو معنى تحصنا؟ تحصنا أي تعففا، أن تتعفف عن الزنا وعن الحرام. كذلك كلمة علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا أي إن علمتم فيهم أمانة وقدرة على الكسب لأداء المكاتبة. يعني هذا العبد عندما طلب المكاتبة من سيده، إذا استطاع أن يوفر هذه الأقساط وأنت تثق به وعنده أمانة وعنده قدرة على أن يأتي بهذه الأقساط، فكاتبه حتى إلى أجل معين حتى يستطيع أن يحرر نفسه. الآن ننتقل إلى موضوع التفسير مباشرة، وندخل في تفسير بعض الآيات، منها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. معنى ذلك قال العلماء بعد أن بين الله عز وجل ما يفضي من الأمور إلى النكاح إلى السفاح أو الزنا، بين طريق الحلال، وطريق الحلال ألا وهو الزواج، حيث أحفظ لاحظ أن الإسلام حكيم، عندما بين أمور الحرام شرع في بيان أمور الحلال، ابتعاد عن الزنا عوض عنه الزواج الشرعي، والزواج الشرعي ماذا نتائجه وحكمه؟ أن يحفظ الأنساب من أن تختلط الأنساب، وبقاء النوع الإنساني الطاهر الذي ينشئ مجتمع إسلامي. كذلك أنه يعمل على التعارف في ترابط الأسرة، كذلك العصمة من الزلل والوقاية من الفواحش. كل هذه من حكم الزواج الشرعي، عندما طلب الله عز وجل من الصالحين والقادرين من أولياء الأمور أو الأولياء الذين يستطيعون أن يزوجوا من يستطيعون أو من يرغبون في الزواج، قال وأنكحوا،
أي زوجوا الأيام أي الذين لا يستطيعون أن يوفروا نفقة الزواج ويوفرون مهر الزواج وتكاليف الزواج، فزوجوهم حتى يحفظوا في النهاية حفظ النسب وألا يتعاملوا في الحرام ويقعون في الفواحش والزنا. لذلك أيضا من خلال هذه الآية يحث الإسلام على التكافل والتعاون، يحث الإسلام على التكافل والتعاون فيما بينهم والتعاطف والتراحم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا فيه هناك ترابط وهناك تناصر بين الأمة الإسلامية المؤمنة في إعزاز هذه الأمة، أن يكون من خلال الحث على هذا التكافل وهذا التعاون، ومن ضمنها أن نساعد من يرغب في الزواج ويريد الزواج أن نساعده في إقامة هذا الزواج الشرعي الحلال. وكذلك من تفسير هذه الآية في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، أمر الإسلام القادرين من الأولياء بتزويج من لا زوج له من الأحرار والحرائر وتزويج الصالحين من مالكهم وجواريهم الذين يستطيعون القيام بأعباء الحياة الزوجية فيما بعد الزواج من النفقة. يعني هو الولي الأمر يوفر لك أسباب الزواج، لكن تستطيع أنت أن تنفق على الزواج وإقامة عائلة وأسرة، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. الآن السؤال، ما تفسير قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم؟ ما معنى هذا الكلام الإلهي الذي نراه أمامنا؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، يعني يقول الله عز وجل في تفسير بعض العلماء يوجه الله تعالى الجماعة المسلمة من الأولياء إلى عدم جعل الأمر المادي عقبة في طريق الحياة الزوجية، لا تجعل الأمور المادية هي عوائق تمنع الصالحين وتمنع المسلمين أو الشباب من أن يتزوجوا، فالحياة المادية ممكن أن تعوض بأي وقت، أما القدرة تستطيع أن توفرها أنت يا ولي الأمر من أجل أن يستطيع هذا الشاب أو هذه الشابة أن تتعاطى مع الحياة بالشيء الحلال والشيء الشرعي. عدم جعل الأمر المادي عقبة في طريق الحياة الزوجية إذا خافوا فقر الزواج أو الزوج. لا تخف على فقر الزوج، فالله عز وجل حكيم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. فهؤلاء ثلاثة الله عز وجل وعلى الله حق أن يعينهم ويكون في عونهم، ولذلك على المسلم القادر أن يساعد ويكون في العون بعد الله عز وجل في ذلك. الآن ننتقل إلى آية أخرى، قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لاحظ هذه الأول يستعفف، هذا علاج إلهي. ما هو العفة؟ الحصانة، التحصن، إن أردنا تحصنا أو إن أراد الرجل أن يتحصن، الشاب أن يتحصن، العفة هذا علاج إلهي لمن لم يجد الزواج الشرعي بأن يعف نفسه عن الزنا والفحش حتى ييسر الله له أمره، حتى ييسر الله له أمره أن يعف نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. إذا يا معشر الشباب إن لم تستطع الزواج أن توفر أسباب الزواج والنكاح الشرعي فعليك بالعفة، ومن هذه العفة عليك بالصوم، عليك بالصوم فإنه لك وجاء. ننتقل إلى آية أخرى قوله تعالى
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. هذه الآية عرجنا عليها في تفسير معنى المفردات، وذكرنا قضية ابتغاء الكتاب من العبيد والإماء. هؤلاء مما ملكت أيمانكم أيها الأولياء القادرون على إقامة أعباء الزواج، هؤلاء العبيد الذين يريدون أن يتحرروا، والذين يبتغون الكتاب أي من كان له مملوك وطلب منه المكاتبة وكان أهلا لأن يكاتب ويسدد ما يلتزم به من أقساط، فعلى مالكه أن يكاتبه على الندب والاستحذار. يعني السؤال، هل هذا عملية المكاتبة تكون واجبة على السيد؟ نقول لا، إنما هذا الأمر إنما أوجده الله تعالى على الندب والاستحباب، والأفضل أن تكاتبه إن أراد التحصن. وقد حظ القرآن أو حث القرآن السادة على إعطاء من هو محتاج لدفع مال المكاتبة. يعني أيها السادة، أيها القادر، إن استطعت أن تعطي هذا المحتاج أو أن تيسر أمر هذا العبد بأن تعطيه مال المكاتبة فأعطيه إن كنت قادرا على ذلك، لأنه محتاج لدفع مال المكاتبة. لاحظ عن جابر رضي الله عنه قال أنه كان لعبد الله بن أبي زعيم المنافقين جاريتان وكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله ولا تكرهوا فتياتكم. هذا الحديث إنما هو جاء سببا لنزول الآية. يعني السؤال، ما سبب نزول قوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. هذه الآية سبب نزولها أن عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين كان له جاريتان وكان يحث هاتان أو يرغم، لا نقول حث بل يرغم هاتان الجاريتان على البغاء أي على الزنا، مقابل أن يأخذ نقود والمال من ذلك، فهما كانتا ترفضا ذلك، يعني لا يرغبان في ذلك، فشكتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله سبحانه وتعالى في ذلك. لذلك فلا يحل للسيد أن يكره جاريته على الزنا طلبا للمال وهي عفيفة. لاحظ الآن عندنا أمر آخر من أمور الآيات، بما وصف الله تعالى القرآن الكريم في الآية التالية ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وصف الله تعالى القرآن الكريم بعد ذكر آيات في سورة النور في ثلاث أمور في هذه الآية، قال ولقد أنزلنا إليكم واحد آيات بينات أي واضحات في أنفسهن وموضحات للأحكام. اثنين قال فيه مثل من الذين خلوا من قبل من القصص العجيب. ثلاث موعظة للمتقين بما فيه من الترغيب والترهيب، وغير المتقين قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. الآن الآيات في سورة النور ترشدنا إلى بعض الأمور، فماذا ترشدنا هذه الآيات الكريمة؟ اسمع إلى ما ترشد هذه الآيات بصورة موجزة. أولا قال الحث على تزويج الأيام، والأيام ذكرنا معناه أي كل من لا زوج له من الإناث أو الذكور، كل رجل أو امرأة من لا زوج له هو يسمى بأيم، ومد يد المساعدة إليهم
من الدولة والمؤسسات. ليه؟ وجود التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد الأمة الإسلامية بالحث على التعاون والتكافل. ثلاث، عدم اعتبار المال في الزواج عائق أو عنصر عائق مهم ينظر إليه وحده فقط، وإنما ينظر إلى تقوى هذا الشاب، تقوى وعبادته لله وإخلاصه لله وقدرته على الزواج فيما بعد أن يعطي أو ينفق. ذلك لا تعتبر المال في الزواج عنصرا مهما ينظر إليه وحده فقط. أربعة، وجوب التعفف على من لم يجد سبيلا إلى الزواج. خامسا، مكاتبة العبد إذا توافرت فيه شروط المكاتبة. سادسا، تطهير المجتمع أو العمل على تطهير المجتمع من البغاء أي من الزنا والقضاء على عادات الجاهلية. النقطة الأخيرة، تنبيه العقول والقلوب إلى ما في الآيات من هداية ورحمة. بهذا نأتي إلى ختام موضوع التفسير، ويبقى عندنا الآن أن ندخل في موضوع جديد، ألا وهو موضوع الحديث الشريف. الحديث الشريف حديث نبوي، وهذا الحديث من مادتنا، مادة الصف العاشر في مادة الاختبار أو المراجعة قبل الاختبار، وهذا المجال ضروري جدا. رقم المعيار وقيمة العمل في الإسلام هو موضوع حديثنا بعون الله سبحانه وتعالى. قيمة العمل في الإسلام تأتي في حديث شريف، وهذا الحديث يرويه الصحابي الكريم أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا حديثنا، لكن نذكر أبناءنا الطلبة، أعزائنا الطلبة، بأن هذا الحديث مطالب أنت به في الاختبار، في حفظه وفي تفسيره وحفظ معاني مفرداته، والاهتمام براوي الحديث من حيث علمه واسمه وكنيته وكل ما يتعلق براوي الحديث. لذلك احرص على متابعة هذا الحديث جيدا وحفظه جيدا، فأنت مطالب فيه في الاختبار. نعيد قراءة الحديث عن أنس وهو راوي الحديث ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. السؤال: اكتب عن راوي الحديث من حيث، يعني يأتي في صيغة السؤال في الاختبار، اكتب عن راوي حديث قيمة العمل في الإسلام من حيث، سيذكر لك عنصرا اسمه ونسبه. ما اسم راوي الحديث؟ أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي. ما هو فضله وعمله؟ قال: هو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ليه؟ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم البركة في رزقه وولده وعمره، فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. اكتب أيضا من حيث وفاته، آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة أي في العراق، وكان سنة 93 للهجرة. حديث قيمة العمل في الإسلام له معاني ومفردات. ما هو تفسير هذه المعاني عندما قال ما من مسلم؟ ما معنى كلمة ما من مسلم؟ ما من مسلم مقصود بها أي أن كل مسلم ذكرا أو أنثى، مالكا أو أجيرا، حرا أو عبدا، بجميع أصناف المسلمين. ما من مسلم، ما من مسلم بجميع أصناف المسلمين، كل مسلم ذكر أو أنثى، عامل أو سيد، أجير أو مهجر أو حر أو عبد، هذا مقصود ما من مسلم. يغرس غرسا، لاحظ نفرق في الأحاديث بين من يغرس غرس ويزرع الزرع. الذي يغرس يغرس غرسا، والغرس لا يكون إلا للشجر، الغرس لا يكون إلا للشجر، أو يزرع زرعا والزرع لا يكون إلا للنبات. هذه يجب أن نفرق فيها. أيضا من معاني المفردات كلمة بهيمة، إلا أكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، والبهيمة المقصود فيها هنا اسم يطلق على كل حيوان، على السباع والطير. أيضا صدقة، والصدقة هنا معناها
ما يخرج أو ما يخرج المسلم من ماله على وجه القربة، على وجه القربة. أنطينا ناتي إلى معنى الإجمال الحديث في بعض الجوانب فيه. الحديث فيه فضل أو بيان فضل من الدين الإسلام والدين الإسلامي، وأن الإسلام قد حرص كل الحرص على ما فيه خير المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد من المجتمع الإسلامي أن يكون مجتمعا قويا متعاونا متماسكا قائما على العمل وتبادل المنافع، لا مكان فيه لكسول وخامل ومتقاعس عن العمل. وكذلك بين أن الأجر ثابت للمسلم ما دام غرسه وزرعه موجودا ومنتفعا به سواء كان حيا أو ميتا. إذن بين أن الأجر ثابت للمسلم، الأجر ثابت للمسلم ما دام غرسه وزرعه موجود وينتفع به سواء كان حي أو ميت، لأنه حينئذ من الصدقة الجارية التي ينتفع بها أو ينتفع بها المسلم بعد موته. كذلك بين الحديث أن الزراعة أفضل المكاسب، الزراعة أفضل المكاسب. ليه أفضل المكاسب؟ لأجل أن هذا الأجر مستديم، الأجر دائم وفيه المنفعة، وأنه مستمر من باب الصدقة الجارية، ولأن نفعها عام متعد إلى الغير. كيف يكون متعد إلى الغير؟ نفع الزراعة أمر مهم، الزارع يزرع يحصد ثم يبيع فينتفع غيره حتى ينتفع الآخر والآخر حتى تنتفع الدولة. إذا الزراعة أمرها متعد على غير ذلك. أفضل هذه الأنواع من أنواع العمل في الزراعة لأنها خيرها متعد إلى الأمام. في الحديث بيان أهمية العمل أيضا، أنه يحث على العمل ومنزلته، ويكفي في إظهار قيمته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هذا ما يحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن قيمة العمل مستمرة إلى قيام الساعة. وأيضا العمل الصالح في الإسلام هو جهاد، العمل الصالح في الإسلام يكون جهادا مبرورا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج فالرجل إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة، لاحظ العكس، قال فهو في سبيل الشيطان والعياذ بالله. إذن الزراعة والحديث يدلنا على أن الزراعة ليست هي الوحيدة، وإنما يحثنا على العمل بشكل عام. لقد حث الحديث أيضا المسلمين على فلاحة الأرض وعمارتها بالغرس والزرع، لأن فيهما الخير الكثير لمصلحة المسلم في دينه ودنياه. وهذه المصلحة تنقسم إلى قسمين: مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. المصلحة الدنيوية لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع كل الناس سواء كان مسلما أو كافرا، ويكون في هذا تنمية لموارد المجتمع كما ذكرنا، أن الزراعة يتعدى فيها الخير ليس على النفس بل ينفع فيه المجتمع والدولة بشكل عام وكثرة لخيرات هذه الأمة. أما المصلحة الأخروية فإنه إن أكل منه الطير أو أكل منه الإنسان أو أكلت منه بهيمة ولو حبة واحدة فإنه له صدقة، أجر من الله سبحانه وتعالى، لأنها صدقة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء شاء ذلك الشخص أم لم يشاء فقد أخذ أجره وأجره على الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الحديث الآخر، وهو حديث من صور الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعزيز الطالب أرجو أن تركز معي في هذا الموضوع أيضا، وهو موضوع الجهاد في سبيل الله عز وجل في المجال الثاني من مجالات الحديث الشريف، عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا
في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. نلاحظ إلى مفردات هذا الحديث وإلى مغزى هذا الحديث وإلى راوي الحديث، وأعيد وأذكر كما ذكرت في بداية درس الحديث الأول، يجب عليك أن تحفظ هذا الحديث في معناه ونصه أو متنه وراويه ومحتويات الحديث من مفردات أيضا وتفسيرات يجب عليك أن تركز فيها. الراوي هو زيد بن خالد الجهني، الحديث فيه مفردات سنتعرض لها. السؤال الأول كما في الحديث الأول، تحدث عن راوي الحديث من حيث، أولا قال اسمه ونسبه هو زيد بن خالد الجهني ويكنى بأبي زرعة، فضله وعمله شهد الحديبية، كان معه لواء جهين يوم الفتح، له أحاديث في الصحيحين وغيره. أما روايته الحديث فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عثمان بن عفان وعن أبي طلحة وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما وفاة راوي الحديث وهو راوي الحديث زيد بن خالد الجهني، قال توفي في المدينة وكان عمره 85 سنة في سنة 78 للهجرة. معاني المفردات، قوله من جهز غازيا، ما معنى من جهز غازيا؟ معنى من جهز غازيا، لاحظ قال هيئ له أسباب سفره، يعني الغازي يريد أن يغزو في سبيل الله، أنت لا تستطيع أن تغزو ولكن بيدك المال، فأنت تجهز من يستطيع الغزو بالقدرة البدنية ولا يستطيع ماديا، تجهزه بعدته من سلاح ومن ركوبة والزواد أي طعام، فإنك تكون ممن جهز غازيا في سبيل الله. أيضا كلمة فقد غزا، ما معنى فقد غزا؟ معنى فقد غزا أي حصل له مثل أجر الغازي وإن لم يغزو، يعني أنك تأخذ مثل أجر الغازي الذي ذهب إلى المعركة وقاتل لأنك أجهزته بذلك. كلمة من خلف غازيا، ما معنى من خلف غازيا؟ معناها خليفة له على أهله، يعني أنا الغازي أنت لم تجهزه، هو جهز نفسه ولديه المال والعتاد والركوبة والسلاح، ولكن لديه أهل في بلده، فأنت لا تستطيع الغزو ولكنه استطاع هو أن يجعلك خليفة له تخدم أهله حتى يعود إن عاد، إن لم يستشهد المعركة. فأنت إذا خلفته في أهله فأخذت نفس أجر الغازي وإن لم تغزو. ماذا يفيدنا الحديث الشريف؟ خلينا نرى، نرى من فوائد الحديث الشريف أنه يدعو إلى ترابط الأمة عند الشدائد، فأنت عندما تقف خلف الغازي في أهله فأنت تقف متعاون مع المسلمين والمؤمنين، أنت عندما تقوم على خدمتهم تكون كذلك ممن يعمل على خدمة الإسلام والمسلمين، أنت عندما تجهز الغازي إذا أنت تنصر المسلمين في كل مكان، فالله عز وجل لا يبخس ذلك الأجر عليك، فلك أجر الغازي، فهذا من باب الدعوة إلى ترابط الأمة عند الشدائد، وكذلك دعوة المسلمين إلى التعاون على البر والتقوى كالبنيان المنصوص يشد بعضه بعضا، أيضا أن يكون المسلمون غزاة مجاهدين، مجاهدين وين عين؟ مجاهدين أنت لا تستطيع الجهاد ولكن تستطيع أن تجهز غازي، لا تستطيع الجهاد أو الغزو تستطيع أن تقوم خلف الغازي في أهله وعلى خدمتهم. ما الحكمة من مشروعية الجهاد؟ يعني ماذا نستفيد؟ ما هي الغاية والحكمة من مشروعية الجهاد؟ أول شيء قال إعلاء كلمة الله تعالى، وركز معي في هذه العبارة، إعلاء كلمة الله عز وجل، فالغزو أصلا أنت مطالب في الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة، فإن أبى الكافر فيدفع جزية، ما استطاع ما رأي بدفع الجزية فأنت تقاتله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إذا إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ليه؟
نصر المظلومين في كل مكان يا المسلمين، وما أحوجنا اليوم إلى أن ننصر إخواننا في كل مكان من باب نصرة المسلمين ونصر المظلومين. ثالثا رد العدوان وحفظ الإسلام، رد العدوان وحفظ الإسلام. سؤال، أعطني أو اذكر لي صورة واحدة من صور جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد، كيف كان جهاده؟ لا حرمان. من هذه الصور قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد في العبادة واقتلاع الشرك، فقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو أغل هو الرحمن الرحيم. ثانيا أنه جاء عقبة بن أبي معيط فخنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر الصديق وأخذ بمنكبيه وقال له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا من جهاده النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة وتبليغ الرسالة إلى الأمة التي نرى تجاهلها أو تناسيها اليوم بمعنى هذه الرسالة. ما هو فرض تجهيز الغازي؟ لماذا يكتب أجر الغازي لمن جهز غازي ولم يغزو؟ ليه؟ لماذا يكتب أجر الغازي لمن جهز غازي ولم يغزو؟ قال لأنه أعانه على الخير، لأنه أعانه أي أعان الغازي على الخير، وأن الغازي إذا خالف وأن الغازي إذا خاف على أهله وانتدر رجلا من المسلمين ليخلفه في أهله فإن الخالف يكون له مثل أجر الغازي حتى يعود لأنه أعانه على الخير. سؤال، كيف تكون إعانة الغازي؟ يعني كيف نساعد هذا الغازي وكيف نعين هذا الغازي؟ كلها أمور يعني كلنا نعلمها ونعرفها، ومنها الباب الأول قال أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه، يعني أن توفر له الراحلة والمتاع والسلاح. ثانيا أن يعينه في كونه خلفا في أهله لأنهم الأكبر العون، يعني أن تخلف الغازي في أهله تقوم على خدمتهم، أن تطعمهم تسقيهم تمرمهم إذا احتاجوا إلى الممرض. فهذا هذه تكون طريقة أو وسيلة إعانة الغازي. حين خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على علي بن أبي طالب في غزوة تبوك في فراشه وفي أرضه في أهله، أما عندما قال علي يا رسول الله رضي الله عنه يا رسول الله يعني تبقيني مع النساء والصغار والأولاد، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ سؤال، عدد صور تجهيز الغزاة في عصر الحاضر، يعني كيف نستطيع أن نجهز الغزاة في هذا العصر الحديث؟ أولا إذا جهزت غازيا أو خلفته في أهله بخير كتب لك أجر الغازي. اثنين قال الإنفاق على طالب العلم وهم باب الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. ثلاثة قال أن تربي شابا ليكون داعية لله تعالى خطيبا في مسجد حتى يكون هذا له رسالة في المستقبل يحث الناس على تقوى الله. ما الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون المسلم غازيا وإن لم يغزو؟ لا، أولا تجهيز الغازي، ثانيا أن يخلف المسلم الغازي في أهله، وتجهيز الغازي يكون التجهيز للمتاع والسلاح والرحل، وأيضا أن يخلف المسلم الغازي في أهله مثل علي بن أبي طالب حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله في غزوة تبوك. الآن في آخر المطاف ماذا يستفاد من الحديث الشريف؟ يستفاد من الحديث الشريف الأمور التالية: الحث على الإحسان لمن سعى في مصلحة المسلمين أو قام بأمر من أمورهم. اثنين الإعانة على عمل الخير يحصل به مثل أجر من قام به. ثلاثة وجوب إعانة الغزاة في سبيل الله تعالى ورعاية أهلهم وذويهم. بهذا أعزائي الطلبة نأتي إلى ختام مراجعتنا لقسمنا الأول من أقسام المراجعات في اختبار الباقة الثالث في مدرسة حمد في قسم التربية الإسلامية
في موضوعي أو مجالي التفسير القرآن الكريم التفسير والحديث الشريف. أسأل الله تعالى لنا ولكم المنفعة في الدنيا والآخرة، وأن تكونوا عند حسن الظن بأنفسكم وحسن ظن أهليكم بكم، بأن تفلحوا في دراستكم وأن تكبوا على كتبكم ودفاتركم لتكونوا من المجاهدين في سبيل الله والغازين في سبيل الله. أشكركم جميعا، كان محدثكم معلمكم الأستاذ سامح شريدة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.